ازيكم يا مواليد برج الميزان، يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج الميزان ليوم الاربعاء 13 اكتوبر تشرين الاول 2021. هناك بعض المفاجآت في المتجر لك اليوم، لكن لا تقلق، كلها ممتعة. ومن المحتمل ان تؤتي بعض الاشياء التي كنت تنتظرها لفترة طويلة تؤتي ثمارها اليوم. ستنجح أخيرا بعض جهودك التي كنت تعتقد أنها ضاعت، لذا احتفل الليلة مع العائلة والأصدقاء، وحتى قد يكون لديهم أخبار جيدة لمشاركتها. عاطفيا ستحتاج إلى الكثير من الصبر للتعامل مع شريكك اليوم. لا تختار كل قضية، لأن هذا قد يؤدي إلى زعزعة السلام والوئام في علاقتك. حتى الخلافات البسيطة والقضايا التي لا تذكر يمكن أن تتطور إلى مشاكل كبيرة. الصمت سيكون من ذهب اليوم، فقط حافظ على هدوءك وآمن بالقوة الفطرية لعلاقتك، وستمر هذه المرحلة أيضا. مهنيا اليوم تجد نفسك مع قوة خارقة، ستظهر مهامك ومشاريعك المعلقة علامات الإنجاز، وقد يكون لديك لقاء مع المقربين منك. حفز فريقك وحافظ على تشجيعهم. قد يحاول زميل في الفريق تجنب المسؤوليات. حاول أن تكون لبقا، وقد تتلقى فائدة على بعض الأموال المستثمرة منذ فترة طويلة، والذي سوف يبقيك متفاجئا. صحيا لاحظت مؤخرا زيادة في الوزن، أنت تدرك ذلك بشكل خاص، لكنك لم تعمل من أجل ذلك. اليوم قد تجد نفسك تدخل في نظام غذائي روتيني، ويمكنك أيضا ممارسة التمارين الخفيفة، تجنب المشي على الطريق على الطرق المزدحمة، حيث أنك عرضة للإصابة بحساسية الغبار. ارتدي قناعا بدلا من ذلك. توقعات برج الميزان للرجل: اشغل نفسك بالأمور التي تسعدك وتتمتع بالكثير من الطاقة والحيوية هذه الأيام، والمطلوب خطوات مدروسة ومؤكدة لأيامك القادمة. الجو مهيئ لعلاقات اجتماعية أو غرامية. توقعات برج الميزان للمرأة: وجهي طاقتك الإيجابية لمن يستحقها اليوم. لا تكوني كثيرة التذمر، الحياة يوجد بها الحلو كما المر. يجب البحث جيدا عن الأشياء التي تسعدنا. عاطفيا تعاون جدي مع الشريك من أجل مستقبل أفضل. صحيا تعاملي بروية وحكمة من أجل الحفاظ على رشاقتك، ولا تنفعلي مهما حاول بعضهم استفزازك. توقعات العلامة الأولى: مواليد 23 سبتمبر إلى 3 أكتوبر. بمرور الوقت ودون شك أصبحت الحياة على جزيرتك الصغيرة الهادئة مملة للغاية. لديك أفكار وخطط جديدة تطالبك بالتنفيذ، فلا تؤجل الأمر أطول من ذلك. احزن أمتعتك وانطلق في اتجاه المناطق الجديدة. إذا تحدثت عن طاقم عمل نشيط يمنحك الدعم الذي تحتاجه. توقعات العلامة الثانية: مواليد 4 أكتوبر إلى 13 أكتوبر. بما أنك تتواصل حاليا بصورة جيدة مع من حولك وتستطيع عرض خططك في جو من الإثارة، سوف يمكنك أيضا اجتذاب تابعين متحمسين بسرعة. لا ترتاب فيهم بعد الآن، وتقبل أي مساعدة يعرضونها عليك، وحاول أيضا أن تكون منفتحا تجاه أفكار الآخرين، وربما تستطيع دمج الأفكار في خططك الخاصة، وسوف يدفعك هذا إلى أكثر إلى الأمام. توقعات العلامة الثالثة: مواليد 14 أكتوبر إلى 22 أكتوبر. استفد إلى أقصى درجة من جميع الفرص للتدخل روحا جديدة إلى أفكارك وخططك. الحديث مع الأصدقاء أو الزملاء وتغيير نظرتك الخارجية للأمور قد يكون مفيدا. كن منفتحا للتجارب والأفكار الجديدة التي تقدم لك، والتي لا تنقاد بعيدا عن مسارك الأصلي. يجب أن تظل صادقا مع ذاتك.
وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معي. أنا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.